في كل بقاع العالم وقبل غروب الشمس يجتمع المسلمون حول موائدهم استعدادا لموعد الإفطار في رمضان، وهذا هو الحال في غزة أيضا وتحديدا في أحد فنادقها. فأهل غزة ورغم آثار الحرب حريصون على الطقوس الرمضانية. يمكن احنا الظروف ما بتمنعنا ان احنا نقوم انفسنا بانفسنا، يعني رغم المأساة والمعاناة والحصار وقلة الاعمار والفقر والبطالة، الا انه هناك يعني ربنا ببارك في هذه البلد، يمكن انا بعدها من البلاد المباركة. وعلى عكس المنظر الذي يطل على شرفة هذا الفندق، وفي جهة اخرى من القطاع مشهد من آثار الحرب التي دمرت نحو 100,000 منزل. ووسط أنقاض الحرب تنام أسر فلسطينية في خيام مؤقتة فوق حطام منازلها. بعد انتهاء الحرب شددت إسرائيل القيود على دخول مواد البناء تخوفا من استخدام حماس لها بغرض الهجوم من جديد. وهذه القرارات جعلت الأمم المتحدة تقدر أن إعمار غزة يستغرق 30 عاما. مأساوية جدا، تعرف حياة كربانات، وكربانات هذه مدمرة، يعني أرضيتها تعبانة جدا ومكسرة أرضيتها. طب إحنا لمتى بدنا نضل زي هيك؟ لمتى بدنا نضل؟ نكفي الحروب، العام الماضي كنا في حرب، والعام هذا الحمد لله رب العالمين، فوق مأساة كمان أصبحت مأساة أمر من المأساة اللي إحنا فيها. والمعاناة الأخرى هي الأزمة الاقتصادية التي تراجع نموها بمعدل 15% العام الماضي، وارتفعت نسبة البطالة إلى 45%، كل ذلك جعل ثلثي سكان غزة يعتمدون على المساعدات.